النصر العظيم. ومن النهاردة لحد يوم السبت إن شاء الله نكون معاكم في بداية الحلقة كل يوم إن شاء الله احتفالات بنصر أكتوبر العظيم وأبطالنا من رجال القوات المسلحة ومقاتليها. نبدأ حلقتنا وحلقتنا إفريقيا يا أهلي. بعد قليل النادي الأهلي يخوض مباراة في غاية الأهمية على استاد السلام أمام وفاق سطيف الجزائري، وكل التمنيات والدعوات لأبطالنا أبطال إفريقيا النادي الأهلي، وكل واحد موجود النهاردة في الاستاد شجع فريقك بكل روح رياضية. تاني، شجع فريقك بالروح الرياضية. كل واحد من أبناء النادي الأهلي النهاردة مطالب، وفريق النادي الأهلي النهاردة مطالب بتحقيق فوز كبير عشان ما يبقاش عندنا مشكلة في مباراة العودة في الجزائر. وهذه المباراة بتكون صعبة جدا في الجزائر، وبالتالي علينا النهاردة الأبطال إن شاء الله بإذن الله تعالى محتاجين فوز لا يقل عن هدفين، لا يقل عن هدفين، عشان نروح هناك المباراة القادمة نكون مباراة يعني بالنسبة لنا أكثر هدوءا، أكثر سيطرة، رايحين بكل الثقة إن شاء الله لنصل إلى النهائي لهذه البطولة المحببة للنادي الأهلي، بطولة إفريقيا بإذن الله تعالى. إن شاء الله أبطال النادي الأهلي النهاردة بإذن الله مرة تانية، لأنه الأهلي هو وش السعد، وش السعادة، ودائما الأهلي هو وش السعادة إن شاء الله على الكرة المصرية. قلوبنا مع فريقنا العظيم، وهتابع مع حضراتكم طوال المباراة نتيجة المباراة. إفريقيا أهلي يتصدر تويتر، ها إفريقيا أهلي هاشتاج الأكثر تداولا في المنطقة بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. إفريقيا يا أهلي، حانت لحظة حصد بطولة إفريقيا بعد غياب عدة سنوات، حان الآن أن نحصد ونحصل على هذه البطولة وتعود مرة تانية، إحنا أبطال هذه البطولة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونصل إلى البطولة التاسعة بإذن الله تعالى، ويكون دائما ونروح بطولة العالم. إحنا النادي المصري الوحيد الذي شارك في بطولة العالم وأخذنا المركز السادس في هذه البطولة، ونعود إن شاء الله بإذن الله تعالى مرة ثانية يا رب يا رب مع الأبطال مع النادي الأهلي. دعواتكم للنادي الأهلي في مباراة في غاية الأهمية بعد قليل. من النادي الأهلي إلى دولة العراق الشقيقة.